حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي القطاف، نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية. بعد التحية، هل توضح لنا ما أهمية إشراك المؤسسات من المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية عام 2018؟ مرحبا أستاذة، أسعد الله مساءكم وجميع السادة المشاهدين. طبعا تأتي أهمية الرقابة على الانتخابات من أهمية الانتخابات نفسها، والتي تعني حق مشاركة الرجال والنساء في الشؤون العامة وفقا للدستور. لذا أن الرقابة الوطنية الأهلية المنضبطة، وكذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني كما ورد في تقريركم أن هناك 4 جمعيات أهلية في المراقبة الوطنية، تعد تعزيزا لنزاهات العملية الانتخابية، كذلك تعد تعزيزا للثقة في المؤسسات والجهات التي تشرف على سلامة سير العملية الانتخابية، وكذلك للتحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ورصد المخالفات المتعلقة بها. جدير بالذكر بأن كما ورد في التقرير تم تقديم 231 شخص مراقب، وأننا في جمعية الحقوقيين البحرينية ولله الحمد تمكننا من الحصول على حصة الأسد في هذه الأعداد المشاركة في الانتخابات، إذ أن أكبر عدد تم الحصول أو تعيينه لدى اللجنة العليا على المشرف على سلامة الانتخابات. نعم. كان بعدد 127 شخص كلهم يندرجون تحت جمعية الحقوقيين البحرينية. كذلك جمعية الحقوقيين البحرينية أشرفت على رقابة الانتخابات منذ عام 2006 وجميع الانتخابات اللاحقة فيها بما فيها التكميلية. كذلك تقرير الجمعية لعام 2006 تم نشره في موقع الأمم المتحدة الإنمائي، وهذه الأشياء طبعا كلها تعود لصالح الوطن ولصالح المتعاملين في هذا المكسب الديمقراطي الذي تأتى من المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه. نعم الأستاذ علي القطاف، نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.